يا مساء الفل عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نقنقه. النهارده هنعمل مع بعض اجنحه الفراخ بطريقه كده مختلفه شويه، وبعد كده هنعمل مشروب حبيبات الخوخ اللي احنا بنشتريه دايما من بره، اللي بيبقى خوخ كده وفي حتت خوخ هيبقى ظريف قوي. طيب عندي ايه للاجنحه بتاعتي؟ عندي شويه هنا من اجنحه الفراخ، عندي توم مفروم، خل عنب ابيض، ممكن استعمل اي خل، صويا صوص فاتح او غامق نقدر نستعمله، عندي دقيق، عندي نشا، وعندي بيضه وملح وفلفل، وده كل اللي عندنا. طيب بقولها كده، انا سايب الزيت بتاعي بيسخن على النار، ومش زيت غزير، يعني هنعمل له ايه في بان فراينج كده. طيب واحده واحده سكينه، ناخد الاجنحه بتاعتنا اهي، وعايز اعمل قطعتين كده فيها. واحد اتنين، خلاص التتبيله تخش وتستوي اسرع. سريع كده، عايز نعملها على الناحيتين. لو الاجنحه بتاعتنا محمله تخينه يعني شويه، ممكن نعملها من ناحيتين، انا عندي محمله من ناحيه واحده، فعشان كده بقطعها بس من ناحيه واحده. حلو قوي، وعلى الكلام ده الصويا صوص، خلي العنب الابيض، الثوم، ملح، والفلفل الاسود، ونقلب الكلام ده كده مع بعضه الاول. عايز اعمل ايه دلوقتي؟ عايز انزل شويه الصويا الزياده ده، ففي الحوض كده نزل اهو شويه الصويا، رجع البوله تاني، هنزل بالدقيق، هنزل بالنشا، وهنزل بالبيضه اللي عندي، خلاص، وهنمكس الكلام ده برده تاني. على طول هاخد الوينجز بتاعتي وهنزل بيها في الزيت. راحة واحدة واحدة كده عشان ما يبردش الزيت. طيب ندي بقى تقليبه كده للايه الوينجز بتاعتنا. بص هتلاقيها اخدت ايه قشره كده، وطبعا ما نقلقش من اللون، احنا حاطين صويا في التتبيله، فايه ما نقلقش من اللون ده. وينجز بقى مختلفه خالص على اللي احنا متعودين عليها كله. بص اخدت اللون باين عليها اعتقد من عندكم، ونديها بقى ايه دقيقتين كمان. بصينا كده هنلاقي الوينجز بتاعتنا اخدت الوش اهو، بصوا من ناحيتين اهو، بس على طول بقى
اهو في الاخر خالص رشه كده حلوه من الفلفل الاسود او الفلفل الابيض اللي عندنا اهو. نبقى كده عملنا مع بعض اجنحه الفراخ بالفلفل والصويا. خلينا نطلع اخطف فاصل سريع نرجع نعمل مع بعض المشروب. تروحوش في حته. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. قبل ما نطلع فاصل عملنا التشيكن وينجز بالصويا والفلفل، زي ما قلت لكم جربوها مختلفه جدا جدا، ولسه بقى ايه الفتره الجايه هنعمل مع بعض وينجز بطرق كتير قوي. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل مشروب الخوخ بحبيبات الخوخ اللي هو بنشتريه جاهز ده. عندي شويه خوخ هنا ومسلوق، عندي هنا شويه خوخ متقطع زي ما انتم شايفين حبيبات كده صغيره خالص، عندي شويه من الميه، عندي مكعبات ثلج، واخيرا عندي شويه من السكر. على طول كده هنزل بالثلج الاول وهنزل عليه بالخوخ السكر، وهننزل بنص كمية المية الأول، نجرش كده التلج والخوخ مع بعض ونبتدي نزود مية. يلا بينا. زود الميه نضرب ضربه كمان عظيم جدا. جيب بقى ايه شويه الخوخ ده نقسمه كده على الكاسات بتاعتنا، هننزل شريمواتنا ونبقى عملنا مشروب الخوخ بحبيبات الخوخ بدل ما نشتريه من بره. عملناه مع التشيكن وينجز بالصويا والفلفل الاسود. ونبقى كده وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. نشوفكم الحلقه الجايه. ما تنسوش تحبوا بعض. سلام عليكم.